صرع على رئيس جمهورية لمركز السرطان. هذا المركز اللي عانت الجثة منه كثيرا لمدة سنوات، كان مطلب جماهيري لمدة سنوات، كان محطة كان عنوان تاع أربع مسيرات، أربع مسيرات، الرابعة أول أمس أو الثلاثاء كانت هي الرابعة، المسيرة البيضاء، المسيرة البيضاء، ولما ضاق الحال سميها المسيرة السوداء. وعجبني واحد ستاتي لخويا زين العابدين كان مصور بقناع ماسي بكر، قال انا احس ان هذه المسيره فيها نوع من التفاؤل، وكان الفتح على كل حال، فالانجاز صنعوه ابناء الجلفه بتضافر الجهود، صنعوا الفارق. اظن ان مركز السرطان هو بدايه لالتفاته الولايه، هذه الولايه تخصها كثير من القضايا، هذه بدايه. هو حق مركز السرطان هو مكسب، هو حقنا، لكن هي بدايه اننا نزيد كثير من الانجازات، لكن هذه الانجازات فيك تكون عندما نتعاونوا جميعا. صح، هذه بالمناسبه ماذا بنا هذا الموضوع، مشروع تاع مركز السرطان مازال يبقى فيه نوع من المتابعه، ما نبرحوش لان نبرح اماكننا، لان الدراسه خويا مازال ما يتبع فيها زين ولا يتبع في الملف. الدراسه تمت في 2014 الله اعلم بحوالي 6 ملاير وحاجه، الارضيه في 6 هكتارات ونص، تم الديكلاسمون تاعها من ارض زراعيه او ارض فلاحيه الى ارض عمرانيه في طريق بحراره. احنا نسعاو نزيدو نناضو مع بعضاتنا، انا نحاول نزيد نرفع التجميد على مستشفى الاطفال ومستشفى الامراض العقليه، امراض العقليه كنا نقدروا نجيبوا هذو جوج مراكز، اعمال مستشفى الكوبي، اعمال 240 سرير، اعمال راديوثيرابي، قادرين نوصلوا الى مستشفى جامعي. هذه حاجه يعود مكسب الولايه، بصح ما نقدرش نوصلوا هذه الا تعاوننا كامل. هذه هذا ملف من الملفات، وملف الصحه والملفات الاخرى كثيره. فقلت ان نظن ان هذا الموضوع لازم ورشه ولازم نبقاو نتعاونوا فيه، وربي يحفظكم ان شاء الله. الله يبارك فيك.